وانضم إلينا عبر الهاتف من طبرق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي الحداد. دكتور، انعقاد هذا الملتقى الوطني الجامع أمره ما زال مطروحا على الساحة أم أصبح بعيد المنال دكتور، بعد طبعا التطورات الميدانية والعسكرية الأخيرة؟ نعم، على التحية لكم لمشاهديك الكرام، يبدو أنه بالفعل أصبح الآن بعيد المنال، لأن الأوضاع التي يتطلبها انعقاده أوضاع تتسم بالهدوء الكبير في كافة المناحي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني. بما أننا الآن يعني في حال من التصعيد العسكري الشديد، إذا يبدو أن هذا الملتقى مهدد بالتأجيل إن لم يكن بالإلغاء، خصوصا وأن السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة غادر ليبيا اليوم، وهو بعد أن يعني غلف فشله في احتواء هذه الأزمة بتعبير أنه يشعر بالقلق الشديد. بكل تأكيد هذا يعني أن ما الذي التقطه دكتور من هذه الطريقة في المغادرة؟ يعني ربما يصف كثيرون هذه الطريقة بالدراماتيكية وأنه يشعر بالقلق، القلق على ماذا؟ ما الذي تحقق سياسيا بعد كل هذه الجهود الأممية؟ كيف تقرأ طريقة مغادرة أنطونيو غوتيريش بعد زيارته إلى طبرق وطرابلس وطبعا بنغازي في الأخير؟ نعم، فيما يتعلق بغوتيريش فإن زيارته أو دخوله إلى ليبيا لم يكن كخروجه منها، هو جاء إلى ليبيا ليعقد المشاورات الأخيرة التمهيدية للملتقى الجامع الذي كان يفترض أن يعقد منتصف هذا الشهر، ولكن بمجرد وصوله اندلعت هذه الأزمة التي تحدد جهود الأمم المتحدة التي يسعى إليها مع مبعوثه الخاص السلامة، بالتالي حاول أن يجد طريقا ما للذهاب الى المؤتمر الجامع باقتناع اي عدنه او اي محاوله لارساء الهدوء من قبله، وبالتالي سافر يعني الى طبرق والتقى بالمشير حفتر وكذلك قبل ذلك برئيس مجلس النواب في محاوله منه لانقاذ الجهد الاممي المتعلق بالمؤتمر الجامع، ولكن يبدو ان الامور لم تسر كما يريد لها، وغادر دون ان يصل او يتحصل على اتفاق. سوف يذهب طبعا كل ذلك اليوم أو موقف الأمم المتحدة واضحا بعد الجلسة التي ستعقد بتوقيت ليبيا ومصر العاشرة مساء اليوم، الجلسة الطالعة التي قررت فيها بريطانيا بخصوص الوضع في ليبيا. لكن بشكل عام يبدو الجيش مصمما هذه المرة على إنهاء الوضع المتوتر في العاصمة. طيب، في ظل تصميم الجيش الوطني الليبي على العملية العسكرية، هل نستطيع القول دكتور أن المسار السياسي بات متراجعا الآن على حساب الوضع الميداني والعسكري، وبالتالي هل هناك أي أوراق متبقية لغسان سلامة يلعبها سياسيا في الأزمة بليبيا؟ الحقيقة أن سيد سلامة كانت له ورقة أخيرة طالما لوح بها وهدد بها من يعقلون المسألة أو العملية لحل السياسي في ليبيا، والمقصود كان كل من اللاعبين الأساسيين الرئيسيين في الأزمة مجلس النواب ومجلس الدولة في الغرب وفي الشرق، كان يلوح بهذا المؤتمر، وأخيرا قرر أن يطلق آخر سهم في كنانته لينهي الأزمة الليبية ويجتمع عدد من الليبيين ليقرروا نيابة عن هذين الجسمين ما الخطة التي سوف يعلنها للوصول إلى حل نهاية الأزمة الليبية المتمثل طبعا في فترة انتقالية وموعد هي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكنا نتصور أنه قبل أن أن يحدد موعد الملتقى الجامع 14 من هذا الشهر قد نسق لذلك عندما التقى كل من سيد السراج والمشير حفتر في أبو ظبي، وبتنا نقول أن هناك صفقة ما سوف يجري تمريرها برضا الرجلين، ولكن الأحداث المتسارعة الآن في العاصمة طرابلس وما حولها تنبئ بتطورات كبيرة على المشهد، نأمل أن تكون خيرا بكل على المدنيين في العاصمة، وهي طبعا مدينة مكتظة السكان، نعمل بكل تأكيد ألا يحدث يعني الكثير من الأذى للسكان ولممتلكاتهم هناك، ولكن فيما يبدو أن العملية السياسية كما ذكرت في سؤالك هي تعاني من جمود كبير ليس فقط الآن وإنما حتى قبل الإعقاد أو قبل الإعلان عن إعقاد المؤتمر الجامع الذي كان من المفترض أن ينشطها قليلا أو أن يطرح على الأقل بدائل للخروج من هذا الجمود. شكرا جزيلا ضيفي من طبرق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي حداد، شكرا جزيلا دكتور على كل ما تفضلت به.